أدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليمين الدستوري رئيسا لوزراء الهند لولاية ثالثة. يحتاج مودي لأول مرة إلى تشكيل حكومة ائتلافية بعدما دأب خلال الأعوام الماضية على الفوز بأغلبية المقاعد وتشكيل حكومة بمفرده. جاء ذلك بعد انخفاض عدد أصوات حزبه الهندوسي بهارتيا جاناتا، وذلك بشكل لافت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة من 303 في برلمان 2019 إلى 240 في البرلمان الجديد. मैं कीर्ति वर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव